أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن خفر السواحل الإيطالي تمكن من إنقاذ نحو 255 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا بعد طقس سيء الليلة الماضية. كما قامت المنظمة العسكرية الأسبانية بروكاتيفا بإنقاذ 134 شخصا، وهي سفينة عسكرية من العملية الأوروبية لمكافحة التهريب. كما نجحت بإنقاذ 121 شخصا على متن مركبين آخرين.